شيخ، حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى، سمعنا أنها ما تجوز، إيش رأيك؟ لا، أما إيمان نعم، ما أرى جوازها. والحكمة يعني التعليم. الحكمة أن فيها تزكية من جهة، وفيها تذكير، والمرأة أنثى المسمات، فلا يسمى بها. وليلى عبد الجابر ما فيها شيء. عبد الجابر وعبد الناصر ما في شيء. ما فيها شيء. عبد الناصر يجوز يعني. نعم. جزاك الله خير. لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. بطاغية مصر. لا لا لا، بعض الناس سمى تبركا باسمه. لا ما قصده، قد يكون قبل هذا أو بعده. أو بعده يمكن. أو بعده يمكن. بس ما يقصد الأعمال بالنيات. أي هذه. نعم.